السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقة. بدي أفرجيكم جانب من جانب فطاني في جنوب تايلاند. هذا إحدى الأسواق الشعبية هون، وضايل تقريبا ساعتين وشوية على الإفطار، ومثل ما انتم ملاحظين طبعا هذه الزحمة مش عادية بالنسبة للوقت هذا، إذا ما كانش رمضان، بس لأنه الدنيا رمضان فالناس بتيجي أساس تشتري الفطور والسحور. طبعا هذا إحدى الشوارع الفرعية، يعني هذا مش شارع رئيسي بالمرة، لكن مثل ما انتم شايفين السيارات كثيرة والناس كثيرة. لو رحنا على اليمين من هون راح نيجي على احدى المساجد الكبيرة، مش اكبر مسجد لكن احدى المساجد الكبيرة القديمة في فطاني. هاي المنطقة اللي بسموها تشابنديغو. على الشمال هون في القبور، على اليمين هون المسجد، لقدام لجوا شوية المسجد. طبعا بيجوا التجار والمزارعين من القرى خارج فطاني، بيجوا بيسووا بسطاتهم، بيبيعوا أغراضهم، بيبيعوا منتجاتهم، الأشياء اللي بيزرعوها، خاصة مثلا جوز الهند، قصب السكر، كل الأشياء هذه بيجيبوها هون وبيبيعوها. وبيجوا طبعا الناس بيجيبوا الخضرة الفاكهة معاهم. لسه كمان شوية بتصير الزحمة أكتر، يعني هلا أنا مستغرب إنه ما فيش زحمة كتير، لأنه ضايل تقريبا ساعتين وشوية على الأذان، لكن كمان شوية بتصير الزحمة أكتر. هذا هون على اليمين في المسجد هذا الصغير جنب محطة البنزين، وإحنا هلا جايين على الهاي واي، الشارع الرئيسي اللي لو رحنا على اليمين بنروح على بانكوك وعلى الشمال تايلاند، ولو رحنا على الشمال بنروح على جنوب تايلاند بيودي على ماليزيا. بس احنا هلا بدي اخذكم بجوله، هيك اخذكم بجوله افرجيكم القرى الخارجيه في فطاني. يعني هلا احنا تقريبا طلعنا من مدينه فطاني اللي هي المدينه الاصليه، احنا هلا على الشارع الرئيسي اللي خارج المدينة، بس كل المنطقة هذه لساتها مدينة فطاني في ولاية فطاني. هلا هنا هيك متجهين باتجاه الجنوب، يعني باتجاه ماليزيا. اذا بنمشي كمان تقريبا ساعتين ونص من هون بنوصل لحدود الماليزية. إذا قادرين تقروا الأرما، ما بعرف طالع الأرما ولا لا، إذا قادرين تقروا الأرما مكتوب ناراتيوات. هلا هون احنا ما زلنا على الهاي واي متجهين كأنه رايحين على ماليزيا. راح نمشي كمان شوي وبعدين يعني نرجع على فطاني، بس لأفرجيكم كيف الحياة هون بتكون. هذا الهاي واي اذا بنضلنا رايحين فيه هيك باتجاه الجنوب بنوصل ماليزيا، بنضلنا رايحين لاخر ماليزيا على البحر اللي هو قبل سنغافورة. واذا طلعنا على السايد الثاني بنرجع على السايد الثاني برضه، هذا الهاي واي يودينا على بانكوك وتشينغ ماي، وبعدين على لاوس، على مينمار، على كمبوديا، على الصين. وهاي هذه حياة الناس هون، يعني هذا هاي تنمية المجتمع عندهم بالطريقة هاي، الزراعة، مصانع صغيرة.
اكيد انتو شايفين الزراعة هون كيف. هذا المسجد هون اللي على الشمال، مسجد صغير كمان. فالناس اللي يعني الناس اللي ساكنة هون بالقرى هاي، هلا هذه باعتبارها يعني زي قرى صغيرة، هي فطاني بس قرى صغيرة بفطاني. مثل ما شايفين الزراعة شغلة كتير مهمة هون، زراعة النخيل، زراعة جوز الهند، المطاط، بزرعوا يعني فاكهة خضرة كل شيء بزرعوا ما شاء الله. هاي الشوارع زمان كانت بيئة، لكن هلا وسعوها وكبروها، أعمالهم بيسووا هاي ويز جديدة كمان. على اليمين هون كمان شوية بيجي راح تشوفوه أوضح، اللي هو الاسيان مول. هذا عبارة عن شوبينج سنتر، عن مول مستثمرين ماليزيين يعني اجوا فتحوه هون، لكنه شوي بعيد عن البلد. فهلا عمالهم بيفكروا انه بعتقد يعني انهم بيفتحوا واحد تاني يكون قريب بالبلد. وعلى الشمال هون محطة البنزين هاي. هاي محطة جديدة. المنطقة هون تغيرت كتير من لما احنا اجينا قبل 20 سنة، تغيرت كتير، صارت يعني كأنه مدينة كبيرة فوقاني. هذا الشارع لو رحنا هلا شمال هيك بدخلنا برجعنا على فطاني. الهاي وهذا الواحد بيكون منتبه كتير لانه موتورسيكلات كتير. من هون ناراتيوات تقريبا 92 كيلو بيقولوا كاتبين الارما، وبعد هيك يعني بعد شوية بعد ناراتيوات مش بعيدة ماليزيا. قبل الكورونا كانت الناس دائما تروح وتيجي، يعني الماليزيين يجوا هون، التلاتين الناس اللي هون يروحوا على ماليزيا. كانت السياحة الداخلية والحركة التجارية قوية كتير بين ماليزيا وبين تايلاند، لكن مع الكورونا هلا مسكرين الحدود، بس بيقولوا انه راح يفتحوها ان شاء الله قبل العيد. يعني مثل ما انتم شايفين يعني الحركة اختلفت كتير عن اول يومين برمضان. الفيديوهات اللي صورت لكم اياها باول يومين برمضان كانت الحركة الناس خفيفة كتير، على اساس لسه الناس مش متعودة على الصيام، لكن هلا ما شاء الله رجعت الحركة عادية. مثل ما انتم ملاحظين انه سيارات كتيرة، ناس كتيرة. كلها مزارع هون، يعني هذه قرى كلياتها مزارع. تنمية المجتمع عندهم، التنمية الاقتصادية، التنمية الزراعية، التنمية كلياتها بتعتمد على الزراعة هون، على الصناعة الصغيرة، الصناعة الحرفية. لي أصدقاء كتير يعني هون بالمنطقة هاي، وإلي كمان طلاب من طلابي ساكنين هون. فأوقات لما يعني بنكون زهقانين بفطاني كمدينة وحابين إنه نطلع هيك نشوف المناطق الزراعية، فبنيجي عندهم هون، فبنعيش مع المنطقة الزراعية
نعيش بالمناطق اللي فيها مثلا تربة مواشي إلى آخره. هلا هون على الشمال هذا إحدى الأسواق الشعبية الكبيرة خالص في فقاني. إذا بنلاقي موقف سيارات إن شاء الله هلا بنوقف، بس الوقفة هون خطيرة كتير لأنه السيارات بتيجي مسرعة كتير. بس هاي مثل ما انتم شايفينه يعني على الشمال. هلا راح الاقي لي موقف ان شاء الله، بلكي نزلت واخذت شوية فيديوهات هون، وان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.